في صيف كل عام يتجدد الحديث دائماً عن المخاطر البيئية التي يواجهها العالم بسبب تغير المناخ وسلوك البشر. يتجدد الحديث عن الجفاف، شح المياه، تقلص مصادر الطاقة. تنشغل مراكز الأبحاث ويتسابق الخبراء والعلماء في البحث عن حلول، ويتساءل المواطن العادي ما العمل؟ الدكتورة نور شفيق الجندي، أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا الحيوية. إيه موضوع تغير المناخ؟ ولماذا في هذه السنوات الأخيرة؟ الدول الصناعية هي الأساس في مشكلة التغيرات المناخية اللي احنا بنعانيها. الدول الصناعية الكبرى. نسألها عن أكثر المخاطر التي تهدد البيئة المصرية. مصر من أقل الدول اللي مساهمة، إن ما كانتش نسبة بسيطة جدا، أقل من 0.4%، أقل كمان، لكن من أكثر الدول تأثرت بمشاكل التغيرات المناخية اللي مسبباها الدول الصناعية الأخرى. حضرتك برضو قلتي قبل كده أن المرأة هي بتبقى ضحية الأولى لتغير المناخ. أيوة. وتغير البيئة. ده حقيقي. لماذا المرأة بشكل محدد؟ طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة 80% من المشردين حوالين العالم بسبب التغيرات المناخية هم السيدات. في حديثنا من مصر اليوم محاولة جديدة للبحث عن إجابة عن أخطر سؤال يشغل العالم: كيف ندفع الخطر عن الأرض التي نعيش عليها؟ عن البيئة والطاقة وسلوك البشر، حوار جديد في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.